معي من استديوهاتنا في جدة رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي. دكتور أنور مساك الله بالخير، شكرا لحضورك معنا. يعني كيف تصف هذه العملية؟ طبعا احنا أبناء المملكة العربية السعودية كلنا سعداء بهذا المنجز، وليس فقط سعادة بالإنجاز بقدر ما هو عودة الخالدي إلى أرض وطنه وإلى أسرته. طبعا في كثير من وسائل الإعلام العربية وبعض وسائل الإعلام العالمية فرغت المنجز بمضمونه وقالت أنه إنها مجرد فدية وأنها جهود استخباراتية أخرى، بينما تؤكد المملكة وتؤكد مصادر كثيرة بأنه جهد استخباراتي 100% ويعتبر نجاح، ولا يجوز لأي أحد مهما كانت أهدافه ومهما كانت مهما كان عدائه للمملكة العربية السعودية أن يعني يحاول أن يقزم من هذا المنجز ومن هذا النجاح. تعليقك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. أعتقد أن هذا الموضوع إنجاز كبير وإنجاز مهم، وهذا يؤكد على أن القيادة في المملكة العربية السعودية وبشكل خاص القيادة الأمنية وصلت إلى مستوى من الرقي، إلى درجة أنها استطاعت أن تأخذ هذا الرجل من فم السبع. فهذه العملية كانت يعني تعتبر عملية جيدة بكل المقاييس. معروف بأن المملكة العربية السعودية قوية في جانبها الاستخباري وجانبها الأمني وكثير من هذه الجوانب، بدليل أن بريطانيا نكست أعلامها لموت الملك عبد الله. فعندما نكست أعلامها جاءت ارتفعت أصوات لماذا المملكة العربية السعودية؟ فرد عليهم الرئيس بأن المملكة العربية السعودية قدمت لنا معلومات وفرت كثير من أرواح البريطانيين. فإذا معناها أن المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في مكافحة الإرهاب، ليس فقط في مكافحة الإرهاب بل شكلت اختراقا داخل المنظمات الإرهابية. هذه لها دلالات ورسائل كثيرة، رسائل للشعب، رسائل طبعا للإرهابيين، رسائل لأعداء المملكة، رسائل لأصدقاء المملكة. كل هذه الرسائل لها معاني عميقة، هذه تجعل كل مواطن يعرف بأن وراءه دولة تحميه، وأنه بقدر ما يكون مخلصا بقدر ما يكون هناك الدولة تقدره وترفع من شأنه وتكون معه. الأمر الثاني أن المملكة العربية السعودية لم تخضع لطلب الفدية ولا لغير ذلك، ولم حتى تحاور الإرهابيين، وهذا الأمر يعني يسجل للمملكة العربية السعودية. صحيح أن المدة طالت ولكن النتيجة كانت رائعة. نعم، ولكن يعني خلنا نتخيل جدلا، هناك من يقول أي منجز وهو من 3 سنوات، وهناك من يقول بأنه مال مهما كانت ومهما كان أي يعني مهما كان أي تكهن، لماذا يلجأ الناس إلى 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 تقزيم هذا المنجز؟ ما الهدف من ذلك؟ يعني أنت تعرف ومن خلال دراستك ومن خلال عملك، يعني من خلال المركز اللي تديره ومن خلال عملك السابق أيضا، تعرف أنه ال 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 الرهائن قد تمضي سنوات طويلة ولكن الرهان على النتيجة لاحقا. لماذا يحاول البعض التقزيم؟ ما الهدف من ذلك؟ الهدف أولا البعض يعني الذين طبعا لا يرتاحون إلى النجاحات التي تحققها المملكة، الذين طبعا لديهم بعض التشوشات والأمور هذه. نحن نعرف نحن بأننا في عصر الحرب النفسية، فطبعا هناك من يعمل متعاطفا مع الإرهابيين، متعاطفا مع بعض الشواذ، فيطلقون بعض الأمور والتشكيك. وهناك أيضا البعض لا يحب المملكة العربية السعودية أن تكون قوية وأن تكون مبرزة، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية تسير على الشريعة الإسلامية وأصبحت أنموذجا للعدالة الإسلامية وأصبحت أنموذجا للتآخي والترابط بين الحاكم والمحكوم. نعم دكتور أنور، هل يحق لنا أن نقول بأن هذا التحرير هو أول يعني نتائج أو أول نجاحات المجلس الأمني، مجلس الأمن السياسي أو المجلس الأمني السياسي بقيادة ولي العهد؟
هل نعتبر انه هذه اول نجاحاته؟ يعني طبعا احنا حديثنا هذا لا يعني التقليل ممن عمل سابقا في الاستخبارات، لكن نتكلم عن تضييق زوايا، عن ذهنيه جديده، عن فريق واحد تكاملي، هل نستطيع ان نقول هذا الشيء؟ الحقيقة احنا دخلنا هذه الأيام عصر الإنجازات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. الإنجازات مع كل يوم نجد إنجازا كبيرا. بالأمس الملك سلمان أول ما بدأ من أول يوم أصلح البيت السعودي، ثم بدأ بإصلاح البيت الخليجي وجاءه زعماء الخليج، ثم بدأ بإصلاح البيت العربي وجاءه الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، ثم بدأ بإصلاح طبعا المنطقة والبيت الإسلامي. فالملك سلمان والمملكة العربية السعودية في كل يوم أصبحت تصدر إنجازا، وأصبح العالم يرقبها بشكل مهم. أنا جانا واحد أمريكي بيقول بأن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية يعني معجبين جدا بهذه الإنجازات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، والحقيقة مقدرة تقدير طيب. ولكن هذه الإنجازات ليست ضد أحد، وإنما هي لحماية أبناء المملكة العربية السعودية. نعم دكتور أنور عشقي، شكرا لك، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من استوديوهاتنا في جدة محتفين سويا بهذا المنجز الوطني الكبير. وكان أيضا معنا هاتفيا نائب القنصل السعودي المحرر الأستاذ عبد الله الخالدي، الذي وصل إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس، وتقلد اليوم وسام الملك عبد العزيز من الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا كان في استقباله يوم أمس ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ونائب وزير الخارجية الأمير عبد العزيز بن عبد الله، وأيضا وزير الدفاع ورئيس الديوان الملك والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. حمدا لله على سلامة المواطن السعودي نائب القنصل عبد الله الخالدي. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.